اوكي هنا ايوه هنا. بالضبط. يا مرحبا يا ابو محمد. يسار يسار شوي يا ابو محمد يسار. بس انزل كذا ايوه. حياك الله يا محيسن، الله يوفقك وتمنياتنا لك بالتوفيق، وافتح قوس انت بطل وسكر القوس. خلاص يا ابو هذال. وانا بدأني هرجة مرايا دايم. وش أكثر شيء تحبه في نفسك يا محسن؟ أكثر شيء أحبه في نفسي؟ خلني بساعدك أنا. سم. وش أكثر شيء تحبه في نفسك؟ زقمي. زقمك؟ إي والله. أوصف الشخص اللي في المراية بكلمة واحدة. أنت بطل. واجه الشخص. قدم شوي محسن. يمين شوي. يزار شوي. ايوه بعد. بس بس بس. واجه الشخص في المراية بكذبة كذبتها عليه. كذبة كذبتها عليه؟ ايه. انا ما عمري كذبت يا ابو هذال. كذبة بيضة يا رجال. كذبة بيضة؟ اني اقول اني العب في نادي الهلال وانا ما قد لعبت. طيب ثلاث ايجابيات تشوفها في الشخص اللي في المراية. ثلاث ايجابيات؟ ايه. ما في ولا ايجابيه عنده. لا لا ثلاث ايجابيات صدق صدق. مثل ايش؟ مثل غشش. يعني ثلاث ايجابيات تشوفها في نفسك، مثل طيبة قلبك. الثقة في النفس. وطيبة القلب ما يبقى لي طيب قلب. طيب. لكن اقول ايش اسمه؟ الأخلاق العالية. يا سلام. والروح المرحة. حلو. طيب صفة ودك تغيرها في نفسك. صفة ودي أغيرها في نفسي. أمجامل. أنت مجامل يا محسن؟ قوة. طيب وجه رسالة ووعد للشخص اللي في المراية. وعد أنك تصل للطموح اللي أنت بنيته بإذن الواحد الأحد. وش الطموح؟ أن يكون سبب وفرحة في إسعاد أبوي وأمي وإخواني. يا ما شاء الله تبارك الرحمن. استريح محسن، بيض الله وجهك. وجهك. والله شوفك عرفت تهرج نفسك. والله هني يلا حرجت. محسن الأول مراكز في النهائي إن شاء الله بعد عند الله. كتب لك البقاء في البرنامج للوصول إلى الستيج النهائي. وش تتوقع تشوف ان محسن راح ياخذ مركز؟ باذن الواحد الاحد. انا اسد ومعي اسود. انت معي؟ لكن باذن الله نعيلي على الاول. نجم الجمهور، المركز الاول، المركز الثاني، المركز الثالث. لا باذن الله. عطني احساسك الحين اللي تحسه. احساسي اني فارس نسخه مراجع. باذن الواحد الاحد. تشوف لك منافس؟ قل لي اسم واحد، قل هذا الشخص ممكن ينافسني. لا ما نبقى لي اسم واحد، والله كلهم منافسين. واحس بحسابهم، حتى اللي يطلعوا احس بحسابهم في نجم الجمهور كلهم. والله وما تدري الايام الجايه يمكن الاذكياء امام الكاميرا هم اللي ياخذون النصيب الاكبر من الكيكه. اقول لهم الوعد صدر المنصات والصاله عند امير يعطي القوس باريه. الله يوفقك يا محسن. طبعا الان النهايه، الكاميرا معك، وجه رساله لوالدتك لوالدك للاشخاص العزيزين على قلب محسن. وش توعدهم فيه؟ وش أكثر شيء ضايق في البرنامج؟ وش أكثر شيء مشتاق له برا مع أنك ما جيت اللمس؟ يعني تم. أول شيء أقول لأبوي الله يخليك لي ويطول عمرك ويرزقني برك، وأبشر بالنواميس والعلوم اللي انتبهها كل أبوها يا أبو علي، والله يجعلني على حسن ظنك. وأقول لأمي أبشري بالسعد ومحسن إن شاء الله أنه عند الهقوة وعند الغاية اللي أنت تبانها، وجعلني ما ذوق حزنت. والأخواني والخواتي كلهم إن شاء الله بإذن الواحد الأحد اللي يرجع لكم بفارس الجمهور أو فارس نسخة مراجل بإذن الواحد الأحد. وبالنسبة للأشخاص اللي يحبوني يقول جعلني عند هقوتكم وعند حسن ظنكم، والله أن المشاعر أنها متلخبطة عقب ما خرجنا المراية، لكن عسانا عند حسن ظنكم كل بكم يا رب. شكرا محسن. العفو يا ابو. بيض الله وجهك. الله يطول عمرك. شكرا متابعينا الكرام، الى ان نلتقيكم نستودعكم الله اللي مضي ودائع. مع السلامه.